السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العين تدمع والقلب يخشع واللسان لا يلهج إلا بالرضا ليغضب له. خالد الغلهاتي في ذمة الله، خالد الطالب الخلوق المؤدب النقيب الاجتماعي المحب لزملائه المحترم لمعلميه الحريص على دراسته ملازم لكتاب الله. هذا الطالب اللي درسته خلال هذا العام وقدر الله أنه ما يكمل معنا هذه السنة، حصل على نسبة عالية ومن الطلاب المتفوقين اللي أشهد لهم بحسن التربية وحسن الأخلاق ورجاحة العقل والاهتمام. هذا الطالب اللي كان حلقة الوصل بيني وبين زملائه، وكنت إذا أريد أكلف طلاب بعمل خارج أوقات الدوام أتواصل معه ويبلغهم، وما كان أسمع منه إلا إن شاء الله أستاذي وشوف خاطرك أستاذي. هذا الطالب اللي أشهد له شهادة أمام الله إن ما رأيت يوم من الأيام مفرغ للمصحف حتى وهو داخل الصف، مصحفة دائما في يده ما يفارغ. فأسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة ويعالي الجنان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان. شاب نشأ في عبادة الله وإن شاء الله يكون عند رب العالمين. ولد وعاش وربما أتى ليوصلنا رسالة إن الأعمار مكتوبة والأقدار مقدرة والأعمار قصيرة والحياة رحلة لها بداية ولها نهاية. نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين.